ظروف تقفك عشان يكون عرفتي بري كم عرفتي دون تدي تشرع هالكون لعين بري لو قفك على بروح نقول دونه نلاش مالنا وا مالنا وا دام مالنا وا هوس مالنا وا كر إنسامية هذه الشركة ما حق هربا ينكبل أو نو الشركة اللي وحوي ويل نختار آه أو دتك الدوينشري أو عانو اللي يقاني أي إنن بكان أبو تمد إنن تيبا وأدوكو نختار كي دويي وحنيدي وحيدي ودت الدوين سي يا إنن تيبا عاف ماضي وصار نقطة مال ما كمل سيو قوم هاد عرسو ودكتور كيو مهد عرسين دل يرابوها هل كيف الله مركك قرطي إن وحقابة وضع الشيكيستين مركي سامية مدير وضع الشيكيستين ودني الدكتور الله يقانا عانوها أي واحد عادي فهم لقودة إن أسقى أبيه كبر ميجا كوقابي بقيريوتي كده من وحقول أبيهنا وحام قاحب يستو شالوها كده نحقول أبو شقدا نسي قبو تدك يسكسي دبردو هاوشان شقدا قعنتا نغسي هاي إنتا أن ميجا كسو هاوشي سكسو نمانا يو وذيك قاعدة كده كده راب وراء أمي جبس كتقو أسوقنا ديم ونعكسنا ولا ده عبو هاي هاوشي أبي قبل شري قصي قبت تدخلنا ديم مرنا نقول يروح في عم بيكو شران مرنا نروح شوي سيرب دشاي وقف كوش بيسوس بيدري ها كده بنس شاهي وحي سكوت بردي هوله إلا دكتور قا دكتور كيونه سده هولي سكوت بردي أيوة حد عادين وده ديف خير مقطع تبت الله أسوقه بيهن لطادي وحنو يشوي يروري نحن احترام بضم بوهايو إنما دينا بيسوط دادي حسوكا يرح شوضا سكين تو بالدك العرري ويسري ميل لا مدرين عيدا خود دادي حي شو إذا تيه بلايو لبسن أو كالي عرق أو خاما ومشي مرس وين هاي بلايو اسكور ملوك بيه دادي حي نسو كالسون بوهاي تكرا يرحلو يوفو وده ديدي دو هو أتكرا نسات نشاكري نين كتشاك صبحين ويحي ستوارو كما حي سو يا بكو دو هبل ولا الهبل كي هبل كي دكتور كاي وشخص سنه ما ملاسك متي مولال كي بات وشي كلو كشطه ها ملاسك متي مولال كي بات هي شو صاوي روحو عارك انو لا فالح معدي دي شو لا فالح معدي ايوا هذا ولا حول الله اسمو مين كان يسولا مي ولا كما كان يخصتي واي بكوني اي وسرع ولا هي التليفون كي بوكا وعو كقبن ويدي قرايب سوقت التلسود دي دكتور كاي نكو نغسن هاي ما كو يلاي ودايو فرن بو سوقر اساسا جيرتو اباهي بيي گتگو كانو دختنمهيدي دي خبر ديدي والي ورغنمهيدي لكن شقدي وحن سو باجي ان قف كلوو بدل سي والدكي دي هوشي سو سو دمهستو كرنسا وي وات دي مرد بو سو جاوبودين وحي مو قاتين دي كرنسا وقت بس بدلي ادي وقت بس بدلي نيك دول كتگي نين كان دكتور كي گوبتو كشقيه نيك ملكيلي وحسن وي جلاينو نين اد وقت فو دد سو دوين لو اقون لو باريه بوها وي kadibna markay muddo telefoonka qabowday iskabaysay ya hadacday maalmaha kamida odayga ba soo noqday oo de hawshi soo dhameeyay inankii uu ka qabtay inankii dhaqtarkii buu dib ugu noqday oo dhaqtarka deew si waay warramayo ninka laga marmeena muusanahay tele black weed para noqonayaa nolosha waska nooc noocay tiisidii si caadiga ah buu soo noqday iyadoo qof bukaana wada oo islaati halkan ay bari hore uu sheekhi ka hawleelayo de waa shaqo dhamaatay nolosha soo dhulka ka tagtay oo qof bukaan wado xaafada ay tii dhaqtarka u baahanayo dhaqtarku maanta charis ma hayo barina waa sidaas maanta saddexaad u kaalay haye yadoo deef fulan maysa deef sheekhi yaad lahayd yaad leedahay qofka uu ku jiray halka ku jiray garab u yidhi haye marka dambe dhaqtarku aad tirki xillo gooyo u galo haye magasaa ka shabaartay waa beebil baa wee sim kartuga ideem graas ah tumarku allah ino barakee sim kartuga sim kartuga way qaanar marka qalb lagu reeyad leedahay kadibna waxa dhacday kursiga fadhiisteen oo ay karatay normally day isku mu walin isku mu dhigin shaqadiisa normal ahayd buu qabsaday oo inantii shee barki ay wadii qofkii wadii shee barki lagu sameeyay buu eegay dawooyinkii buu siiyay een de ilaahay baa qofkii caafimaad siiyay waxa isku dayday inay dib deeyo soo hawshii dib u soo bilowday jacaylki hay qoraal yar waxa uu soo qorto de chuuq ma warmayaba hay ilaa wanku weyn isfahanay weey وين سفانين نكلا مرمير وين هاي تي وحبا تشوق دربا ومورن لكن شاقا دي دي واجبات كي هيدنا ووقفت وين إن انتي مدو مركي سيدي دي سيدي سيدي اتشعال دابا كود عاي وحول بصا ميساي ايا واحد عضينا دي مد يضا اسكو فاملي ينو اسكو رو يبو سوالي كزتي
dhinac walba meel ka soo wareegtay ilaa uu ogeeyay waayeheeda sheekadaasi ninkii ka sheekay wuxuu la iyo laba kabood lagu taagay sababtoo ah xaqiiqdu waxay tahay buu arkay adigu inantii si kasta inankii si walba leedhi si walba si walba inankaas hawshaas wuxuu sidii ka gaabsay marka wuxuu dhimay muddo hore ahayd ilaa haddana ma ahayn dib uma dhicinayn ama kulmaan ama garanaysa halkaas uu go'aan ku gaaray halkaasay sheekada ku dhamaatay markaas qisadani waxay ka hadlaysaa in maxay ahayd toolay aan dee jacaylka lagu ciyaarino markaad qofka isjeclaataana dee balaag maalintu balaag ee aanad ka carin maalintu weydkee inaad raacine ee nolosha ay noqoto mid dee yaa siman oo dee markuu qofkan durufaysay inaad la noolaan karto markuu waxaysan noolaan karto marka fariintan umra dhalinyarada hor u diray waxa weeye way hal isku samro waa tahay hadii aan rubiro sheekada inta kaga soo noqono dabcan nin fani ka ah dana ah durufta qofkaas shalay ku aragtay bari kuma arki doontide tan shalay ha ku nacin bari moogu qofkani wuxuu noqon doono nolosha maalina waa down maalina waa hoos maalina waa kor marka ta quruxda badan mar walba la rajeeyo la isku ixtiraamo iyo maalinkay adag tahayba